لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم، نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني ومقال للكاتب عبد الرزاق محمد الدليمي، حيث يقول: كان الصراع وسيبقى الأكثر تأثيراً بين الوطنيين والاحتلال وعملائه، وما يميز تاريخ الأحزاب والحركات التي جلبها الاحتلال غلبة تبعيتها الخارجية على أفكارها وسياساتها على حساب العراق، فضلاً عن عدم فهمهم أو تجاهلهم لخصوصيات الشعب العراقي وثقافته ومصالحه المشروعة في الاستقرار والتطور، وهو ما أدى إلى التخلي عن تلك المصالح والتشبث بالشعارات والأهداف الشوفينية والطائفية. ومن أهم أسباب تكريس النزاعات الطوباوية هو عدم قدرتها على فهم معادلات الواقع والهروب من تعقيداته باللجوء إلى إثارة الطائفية. واللحظة التي يعيشها المجتمع العراقي حاليا هي لحظة مقاومة سلطة فرضها الاحتلال، لذا فهي لحظة استثنائية تتعلق بمستقبل الوحدة الوطنية ومصير المجتمع كله. إن بناء نظام متحضر يليق بالعراق لا يستقيم مع وجود التطاحن السياسي المستمر منذ أكثر من 19 عاماً عجافاً، وغلب النزاعات الطائفية داخل الدولة والمجتمع معاً، ويعني الإصرار على استمراره إدامة المأساة إلى أجل غير مسمى، ومزيداً من الظروف التي تسهل تكريس النفوذ الخارجي بأشكاله المختلفة والمعروفة، فإن أي سلطة دينية حزبية ستأتي ستعتمد أيضاً على القمع، وبحكم انعدام شرعيتها الوطنية ستضطر إلى الاستقواء بالعامل الخارجي على أي معارضة داخلية ستظهر بالضرورة. والغريب في الأمر هو أن المعارضة الوطنية العراقية أحزاباً وجماعات، والتي ما زالت تعمل بظروف بالغة التعقيد والصعوبة نتيجة قمعها من قبل سلطات الاحتلال، لم تستطع حتى الآن إدراك أزمتها هذه الكامنة في فقر بعضها الأيديولوجي في مقابل كثرة مسمياتها وتعدد قادتها وكوادرها الطامح قسم منهم إلى السلطة وتصدر الواجهة. ولكي ندرك هذه الحقيقة يجب أن نركز على البنية التكوينية لهذه القوى، على اختلاف مشاربها وتوجهاتها وأهدافها الخاصة والعامة، وتبيان عدد المتخصصين والمثقفين العراقيين داخل هذه الأحزاب وخارجها، العارفين بشؤون الدولة أو علم السياسة والإعلام أو التاريخ أو الاقتصاد أو الاجتماع، وحجم ونوع حصيلتهم المعرفية، ومدى اهتمام الأحزاب والقوى الوطنية المعارضة للاحتلال بتطوير منتسبيها وكوادرها ومؤيديها للإلمام المتطور في مثل هذه التخصصات الضرورية التي من دونها لا يمكن بأي حال تصور تحقيق أي مشروع سياسي حضاري يتعلق في جوهره بالبحث عن حل لأزمات الدولة والمجتمع معاً. عن التدمير الممنهج للحضارة العراقية يقول الكاتب فارس الخطاب: إن العراق بلاد الرافدين مهد الحضارات، وبداية التاريخ الإنساني المسجل عالمياً تعرض خلال تاريخه الممتد إلى آلاف السنين إلى الكثير من الغزوات وتكالب الأمم عليه لإطفاء وهج نموه وبنائه الإنساني الحضاري. وغالباً ما كانت الأمم التي تنجح في إسقاط حضارة ما من حضارات وادي الرافدين تعمد إلى تدمير أسس وشواهد هذه الحضارة، لكن ما تحفظه ذاكرة العالم وذاكرة العراقيين نكبتان أساسيتان تركتا آثاراً سيئة عميقة على واقع ومستقبل شعب العراق، وشطبتا بامتياز ما كان عليه العراق من قوة وعلم وتماسك وطني. تلك النكبتان هما الاحتلال التتري وإسقاط الخلافة العباسية، ثم الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، حيث قام كليهما بتدمير بنى العراق الحضارية والعلمية والتاريخية عن عمد، بهدف منع هذا البلد من إعادة تشكيل نفسه بإرادة شعبه. بعد احتلال العراق عام 2003، قامت القوات الأمريكية بشكل خاص بجرائم مثبتة تجاه محو تاريخ العراق،
فقد قامت هذه القوات بحماية العشرات إن لم يكن المئات من المكلفين مسبقاً باقتحام المتحف العراقي في بغداد وسرقة محتوياته المهمة، وخاصة بالنسبة للكيان الصهيوني كجدارية السبي البابلي على سبيل المثال، كما سرقت أيضاً نفائس الآثار العراقية المصنوعة من الذهب الخالص والمعادن النفيسة التي كانت محفوظة في خزائن البنك المركزي العراقي. ثم حولت هذه القوات مواقع آثارية مسجلة ضمن منظمة اليونسكو كمواقع تراثية عالمية، مثل موقع مدينة بابل التاريخي الذي حولته قوات الاحتلال الأمريكي إلى قاعدة عسكرية أمريكية. وقد رأيت خلال زيارتي إلى المتحف البريطاني في لندن صورة مؤلمة جداً وضعتها إدارة المتحف في الجناح العراقي، تمثل شاحنات عسكرية أمريكية فوق آثار بابل، وقد غطت جزءاً من الأرض آثار زيوت المحركات. وجدير بالذكر أن الدكتورة زينب البحراني أستاذة الفن وعلم الآثار للشرق الأدنى القديم في جامعة كولومبيا الأمريكية كتبت تقول بهذا الصدد: كنت شاهدة على الاستهتار بقوانين الآثار، إن أرض بابل قد تم تجريفها ودفعها إلى قلب الموقع الأثري الذي ما بين المسرح الذي يرجع أصله إلى عمر الإسكندر الأكبر وقصر نبوخذنصر، من أجل إنشاء مهبط للمروحيات ومواقف للسيارات والمنشآت المعيشية للقوات العسكرية الأمريكية. ويضيف الكاتب فارس الخطاب في مقال نشره موقع رسام للدراسات: لم تستطع الحكومات العراقية منذ عام 2003 وحتى الآن، ورغم تعاون الشرطة الدولية بموضوع متابعة وملاحقة الآثار المنهوبة من العراق من استرداد جميع قطع الآثار المنهوبة، ورغم أن عمليات التهريب بعد احتلال العراق فعليا كانت تمر عبر موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وسوريا والأردن صوب الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ومن خلال مافيات تعمل وفق إجازات تصدير مزورة، لكن رعاية شركات كبرى مثل شركة هوبي لوبي التي يرأسها ستيف جرين وهو ذاته رئيس مجلس إدارة ومؤسس متحف الكتاب المقدس، هذه الشركة اشترت معظم الآثار العراقية المهربة لأغراض تتعلق بالتوراة، كما استنسخت بطريقة دقيقة جدا عشرات الآلاف من الألواح الآثارية العراقية. ذكر البروفيسور جون راسل المستشار الثقافي لوزارة الخارجية الأمريكية بأن أسوأ حالات السرقة وقعت في جنوب العراق، حيث تعرضت المئات من المواقع للاقتحام، وقال إن مواقع مهمة تبدو الآن للناظر كتضاريس القمر مليء بالحفر. وأضاف راسل إن السارقين يعملون بشكل منفرد، وهم يتسللون إلى المواقع الأثرية ويحفرون ولا يوثقون ما يعثرون عليه، ولا يعثر على القطع التي يسرقونها إلا عندما تقع في أيدي الشرطة خارج العراق أو تظهر في مخازن تجار الآثار. فعلى سبيل المثال، ضبطت سلطات الجمارك في نيويورك مؤخراً شحنة تحتوي على عشرات الألواح المحفور عليها بالخط المسماري، وهو أقدم خط معروف على الإطلاق، وحتى العثور على هذه الألواح لم يكن أحد يعلم بوجودها أصلاً. وهذه الألواح عينة صغيرة من أكثر من 1054 قطعة أثرية سرقت من العراق وعثر عليها في الولايات المتحدة الأمريكية فقط. إن تاريخ العراق ملك للشعب العراقي، وهو جزء رئيس من هويته الحضارية وشخصيته الوثابة نحو البناء والتطور، والتمسك بإرثه التاريخي يعني إعادة تجديد هذه الروح. لذلك سعت قوات الاحتلال المتعددة، الولايات المتحدة، إيران، الكيان الصهيوني وأدواتهم، إلى وضع هذه المسألة موضع الاهتمام المستمر، سواء بالتدمير الموضعي أو بتهريب الآثار أو بحجب المعرفة عن الأجيال الجديدة بتاريخهم الحضاري الإنساني عبر تغيير مناهج التعليم العراقية، بما يخدم جميع الأطراف التي لا تريد للعراق التحرر والنهوض.
نشر موقع نيوزري الروسي تقريراً يتحدث فيه عن قرار السلطات التركية بشأن الانضمام إلى معاهدة سفالبارد، ما سيمنح لمواطنيها حق شراء العقارات في الأرخبيل والمشاركة في التعدين والصيد والأنشطة العلمية. وكانت تعرف سفالبارد سابقاً باسمها الهولندي سبيت سبرينغ، وهي أرخبيل نرويجي في المحيط المتجمد الشمالي، وتقع الجزر شمال قارة أوروبا في منتصف الطريق القاري بين النرويج والقطب الشمالي. وأشار الموقع إلى أنه في الوقت الراهن تتمتع أكثر من 50 دولة بحقوق خاصة في سفالبارد. وأفاد الموقع بأن خبراء أتراك تحدثوا عن أهمية انضمام أنقرة إلى معاهدة سفالبارد 2018، حيث جاء على لسان بارباروس بوكساناك العقيد السابق في البحرية التركية قوله إن تركيا يجب أن تكون طرفاً في الاتفاقية المتعلقة بأرخبيل سبيتسبيرغن في المحيط المتجمد الشمالي وأن تتمتع بحقوق استراتيجية فيها. وقال خبير تركي آخر إن تركيا يجب أن تهتم بسبيتسبيرغن والقطب الشمالي بشكل عام، حيث يعتمد الطقس والفيضانات بحسب قوله على القطب الشمالي، فما يحدث في المحيط المتجمد الشمالي يؤثر على جميع الأجيال الحالية والمستقبلية، ناهيك عن احتمال الشحن عبر خطوط العرض العالية بسبب تغير المناخ. وبحلول نهاية عام 2030 فإنه من المتوقع أن يكون معظم المحيط المتجمد الشمالي خالياً من الجليد في الصيف، ستكون الطرق القطبية أقصر من الطرق التقليدية عبر المحيط الهندي. ووفقاً للموقع، فقد ذكر الخبراء الأتراك موقع سفالبارد الاستراتيجي من حيث الطبيعة واحتوائه على الفحم والحديد والنيجل والألمنيوم، كما أنهم أشاروا إلى فكرة إنشاء محطة أبحاث تركية في الأرخبيل من بين أمور أخرى. وأوضح الموقع أنه من الناحية الافتراضية تهتم تركيا بسبيتسبيرغن للأغراض العسكرية، لكن اتفاقية الأرخبيل تنص على أن شبه الجزيرة يجب أن تظل منطقة منزوعة السلاح. ويلفت الموقع في النهاية إلى أنه على الغالب ستخطط تركيا لبعض الوقت لبناء محطة أبحاث في القطب الشمالي، لكنها لا تزال مجرد أفكار، كما قال عمر حجياف مدير مركز دراسة تركيا الحديثة. حذرت كاتبة أمريكية من اندلاع حرب وصفتها بغير الضرورية بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا في ظل مؤشرات تصعيد بين الجانبين. وفي مقال نشرته مجلة نيوز ويك قالت الكاتبة الأمريكية بوني كريستيان من مركز الأبحاث أولويات الدفاع إن حوادث احتكاك عدة وقعت بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا تهدد بإشعال تلك الحرب، رغم وجود خط اتصال بين الطرفين يضمن عدم وقوع الكارثة. ونقلت الكاتبة عن مسؤول القيادة المركزية في القوات الأمريكية الجنرال ديريك كوريلا قوله نسعى لتجنب سوء التقدير أو أي إجراءات قد تؤدي إلى صراع غير ضروري، هذا هدفنا، لكن سلوك روسيا الأخير كان مستفزاً وتصعيدياً. واستعرضت الكاتبة حوادث سابقة للتحذير من خطورة بقاء القوات الأمريكية في سوريا، وتحدثت عن قصف روسيا لقاعدة التنف عام 2016 وإصدارها في 2017 إنذاراً نهائياً للولايات المتحدة للانسحاب من القاعدة قبل أن تتراجع عنه لاحقاً، إلى جانب تهديد كل طرف بإسقاط طائرات الطرف الآخر في غرب سوريا في العام نفسه. واعتبرت الكاتبة أن اندلاع الحرب في أوكرانيا وموقف الولايات المتحدة وحلفائها الداعمة بقوة للأوكرانيين زاد من حدة توتر الأوضاع في سوريا، وشددت على أن الطريق الأضمن لتفادي حرب مباشرة بين الجانبين هو إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في سوريا. وشرحت الأمر قائلة إن هذا الرأي هو الأصوب، وما يعزز صحته هو أن تنظيم الدولة هزم، كما أن الرئيس السوري بشار الأسد برز في جبة الذي خرج منتصرا من الحرب. وقالت الكاتبة إنه لا توجد مصلحة حيوية أمريكية على المحك يستوجب الدفاع عنها الإبقاء على الوجود الأمريكي في سوريا.
تساءل مراسل الشؤون الخارجية في صحيفة ديلي تيليغراف رولاند أوليفانت عن قدرة أوكرانيا حرف مسار الحرب ضد روسيا، وقال إن الوقت ينفد من يد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وهو يحاول حشد الدعم وسط اعتقاد البعض أن معركة بلاده مع روسيا عبثية، وجاء فيه أن المعركة على لوهانسك استغرقت 3 أشهر لكنها انتهت، ففي نهاية الأسبوع تراجعت القوات الأوكرانية من ليسيتشانسك الصناعية والتي كانت آخر موطئ قدم لهم في المنطقة وأيضا هربا من الحصار. باختصار، هناك حاجة لأن تنتصر أوكرانيا في الحرب، وعلى الغرب عمل ما بوسعه لمساعدتها على عمل هذا، ولو تم الحفاظ على هذه الجهود فالنصر سيكون محتوما على المدى البعيد، ولا يمكن لروسيا التفوق على الاقتصادات الغربية. لكن هناك أصوات كثيرة ومؤثرة في العواصم الغربية وتحديدا في واشنطن وبرلين وباريس ترى أن الدعم الغربي لأوكرانيا عبثي. ربما أصبح جيش بوتين أجوفا، ربما أصبح على رجال وأسلحة صنعت في الستينات من القرن الماضي، وربما دفع الثمن الباهظ في كل معركة خاضها، لكن الروس لا يزالون يتقدمون ويتراجع الأوكرانيون، وباستثناء انسحاب القوات الروسية من كييف في آذار مارس وخاركييف في أيار مايو فقد انتهت معارك الاستنزاف الطاحنة لصالح روسيا. فمن ماريوبول إلى سيفيرو دونيسك إلى ليسيتشانسك تفوقت الأعداد الروسية الكبرى، وبدأت القنابل المدفعية تضرب نواحي خاركييف، وحتى يتمكن الجيش الأوكراني من محاصرة الروس فسيظل دعاة الواقعية يؤكدون أنهم محقون في دعواتهم لوقف إطلاق النار وتسوية لصالح روسيا. ولهذا تحتاج أوكرانيا لانتصار على المدى القصير، وقد استخدموا المعدات العسكرية الجديدة من الغرب لإخراج الروس من جزيرة الثعبان، ويقومون بإطلاق صواريخ هيرماس كل يوم لتدمير مخازن الأسلحة في مؤخرة الجيش الروسي، وربما استطاعوا مع مرور الوقت خنق القوات الروسية. طرح للبيع ضمن مزاد لدار سوت بيز في نيويورك هيكل عظمي كامل لغرغصور، وهو من نوع من الديناصورات ينتمي إلى عائلة تيركس، وعاش قبل أكثر من 77 مليون سنة في ظل حماسة المشتري لهذا النوع من البقايا القديمة. يبلغ ارتفاع الهيكل العظمي نحو 3 أمتار، أما طوله فيبلغ 6 أمتار، عثر عليه عام 2018 في التشكيل الجيولوجي لنهر جودث بولاية مونتانا الأمريكية، وكان حتى اليوم في حوزة جهات خاصة. وتعتزم سوت بيز طرحه بسعر تقديري يتراوح بين 5 و8 ملايين دولار. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.